Thank you.
هو شو اللي اختاروا هذا المتاع العرض على العصر؟ حيصلوا على الإضاءة بس حطوا الإضاءة وضلوا Thank you.
221 216 Thank you.
من الفريق رقم 216 النزول إلى الحلبة، ويرجى العلم أنه في حال تأخركم سيتم إقصاؤكم من المنافسة. Thank you.
سومو مبتدأ 163 172 163 172 سومو مبتدأ بنات 163 172 دم كونتاين 5 دقايق وزنت ولا كم فريق كم فريق أمير هاي طبعين يا عسكر دقيقه اعرض روبوتنا بطريقه عدله روبوتكم خسران يا اسكت اللايت انخرب صور يا خوي
فريق سوني وقطع سوم 144 137 144 137 فريق 135 177 فريق سومو 124
فريق 144 فريق 211 220 سومو متقدم فريق 211 220 سومو متقدم فريق 211 سومو متقدم فريق 211 Thank you.
نرجع ورا توم بدهم برجع للشيف مرنون هون ¡Gracias!
قالي بتأكد إنه أونلاين السنسور.
المرحله الثانيه؟ لا دلوقتي هخش على المرحله الثانيه. أول مرة بعمل الحركة هنا بمعلق هنا أول مرة خلاص ما راح خلاص المرحلة الثانية علقه خليه ما خليه على الارض
وقف روبوت
لسه لهم قولوا اطلعوا برا. ونسحب منكم المركز. لا لا لا. طيب انت قلب. نفس الفرحنا والله الحارس الحارس يا عم حارس من بس حارس ضايع شوف المهاجم شوي يعني ها حارس ضايع متى تبدون المسابقه؟ متى تبدون المسابقه؟ ايه والله علمي عندك ما قال لنا للحين ما اعلنوا بعد الحين قاعد يتمرنون؟ ايه حبيبي قاعد يتمرنون يقول ما احنا Thank you.
انا عندي حسام محمود عبد السلام وافق لك من عيون ارحميني والله انا امس تصفن فيني بشكل ما مين؟ انتوا مين؟ امي احنا هنضرب؟
اسوي الحين؟ شو اسوي؟ على الاقل يكمل. اوكي ايه عدم يلا خدمه الله يرحمكم. اصبر على رزقك.
روبو يلا روبو طيب ويت 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 ما اقول لكم الدور بس جهزها جهزها دقيقه دقيقه طيب دقيقه يلا ما اقول لكم الدور دقيقه يلا تفضل اوكي كيو روبو فايترز روبو فايترز روبو فايترز كيف المعنويه عاليه 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 خلي كملوها يا اخي المره الجايه بس عايز شوية وقت Thank you.
عشان الشحنة الله صدق في بطولة الروبوت للمدارس، والآن معنا أحد المشاركين في بطولة السومو. ممكن تعرفنا عن اسمك؟ معكم سعود عبد العزيز عسكر. أحمد عيسى السويدي. في أي صف وفي أي مدرسة؟ صف 11 مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. صف 11 مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. طبعاً هل فزتوا في هذه المسابقة؟ أنا للأسف خسرت، بس هم الحين توهم فايزين. إن شاء الله نتمنى لكم الفوز في المرات المقبلة. شو رأيكم في هذه البطولة بشكل عام؟ والله حلوة البطولة، يعني فيها
يعني بطولات حق كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. بس نفس ما قال زميلي البطولة ممتازة وفيها اللي هو روح الرياضية وبس. والله حلوة، يعطيكم العافية على مشاركتكم. طالب اقفل العله، سمحت بالتواجد.
فارس قرب هنا خلاص تمام بس ولا فارس بس احكي طلع قرب شوي ما عندك مشكلة بس يلا قول احكي تكلم. والآن انتقلنا إلى مسابقة الدرون. معنا أحد المشاركين، ممكن تعرفنا باسمك؟ تيول أنصاري. في أي مدرسة وفي أي صف؟ مدرسة عطاء العلوم التكنولوجيا الثانوية الصف العاشر. ممكن تعطينا فكرة عامة عن هذه المسابقة؟ الدرون هو يكون جاهز، لازم تدخله من بين الدوائر وبعدها تنزله هني وتاخذ لفتين وتسوي لها لاندنج، وعلى كل غلط تاخذ عليه درجة واحدة. هل فزت في هذه المسابقة؟ أيوة لله الحمد، أهلنا للنهاية وننتظر التكريم. قبل هذه المسابقة هل توقعت فوزك؟ إيه. شنو كان شعورك لما فزت؟ الفرح يعني بشكل عام. يعطيك العافية.
أقول؟ ها أبدأ؟ أبدأ بال... ما فهمت أتكلم؟ يلا أهلاً بكم أعزائي الكرام، معكم المذيعة ريم وزميلتي ليان. معانا الآن في بط... في البطولة المدرسية للروبوتات، معانا أحد المشتركين. اسمي قالب صالح. أي مرحلة؟ مدرسة قطر العلوم والتكنولوجيا. اسم مسابقة المشترك فيها في البطولة؟ ذروع الروبوت. تتوقع الفوز ولا؟ إن شاء الله أتمنى الفوز، وكل اللي يجتهدوا في المسابقة، بس إن شاء الله ضامنين المركز الثالث إن شاء الله. شو اسمه؟ هل تتوقع الفوز لمدرستك أو الجهد؟ إن شاء الله إن شاء الله، على حسب، دائما ربي يكسب ويعطي النجاح لكل مجتهد إن شاء الله. يعطيك العافية. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في نادي لوسيل في بطولة الروبوت. معكم المذيعة ليان ناصر. شو اسمك؟ راما. في أي مدرسة؟ مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات. وش اسم البطولة اللي أنتم مشاركين فيها؟ الذراع الآلي للروبوت. تتوقعون الفوز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم متابعين الأعزاء.
Thank you.
فريق 112 تيبل A، فريق 102 تيبل B. تيبل دي ريدي. مشتركين طالبة واحدة ولا؟ عادي طالبة. والآن نعود إلى مسابقة فيلم. السلام عليكم شباب، ممكن تعطينا من أي مدرسة أنتو؟ مدرسة قطر علوم والتكنولوجيا. ممكن تعرفنا عن اسمك؟ راشد محمد البحيح، ومعي اثنين من زملائي سعيد علي المري ومحمد غيث الكواري. ممكن تعطينا فكرة مبسطة عن هذه المسابقة وشون تلعبها؟ هذه الفكرة أنك تسوي روبوت مثلا هذه الأمثلة، أنه يلحق يخلص مهام كلها اللي على الطاولة، حتى تحاول تجيب أعلى قدر من النقاط وتأهل البطولات اللي بعدها اللي هي العالمية أو العربية. هل فزتوا في هذه المسابقة ولا للحين؟ للحين ما نعرف، للحين ما نعرف الكلام هذا. هل تتوقع فوزك في هذه المسابقة؟ إن شاء الله. يعطيكم العافية على وقتكم.
معنا أحد من مشاركين في البطولة، ممكن تعطيني اسمه؟ أنا بسم مصطفى. من أي مدرسة؟ رقية الإعدادية للبنات. تتوقعين الفوز في البطولة ولا؟
بإذن الله، ما دام احنا اشتغلنا وتعبنا فبإذن الله هنفوز. ورونا الحماس شوي. يعطيكم العافية. شو بينا انا وانت؟ السادة المشاركين، يرجى من السادة المشاركين النزول إلى الساحة. روحي روحي قاعدة. يجب من السادة المشاركين متأهلين إلى المراحل النهائية النزول إلى الساحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، السيدة مها زايد الرويلي وكيل وزارة المساعد للشؤون التعليمية، السادة المدراء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة، الطلاب والطالبات، مستقبل قطر الواعد، أيها الحفل المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وحياكم الله ومرحبا بكم في هذا الموعد وهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، وهي تكريم من يستحقون التكريم، تكريم الفائزين في مسابقات بطولة المدارس للروبوت في نسختها 15 الذين ثابروا واجتهدوا ونافسوا، فكانت النتيجة الحتمية تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى، ولكل مجتهد نصيب. وهنا لا بد من كلمة نوجهها للجميع، من حصل على مراكز متقدمة أو لباقي المشاركين في المسابقات الذين لم يحالفهم التوفيق ولم يحصلوا على ما لم يكونوا يطمحون إليه، نقول لهم لقد كانت تجربة ثرية ومفيدة ولها تأثير كبير على مستقبل مساركم التعليمي والمهني، لذلك فإن كل من شارك بالبطولة يعتبر فائزاً معنا. أيها الحفل الكريم، ندعو الأستاذة فاطمة المهندي رئيس اللجنة الفنية والعلمية ممثل دولة قطر في الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي للبطولة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، السادة المدراء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة، المشرفون والحكام الكرام، الطلاب والطالبات المشاركون في بطولة المدارس للروبوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أعبر لجميع اللجان العاملة في البطولة والمتطوعين عن عظيم شكري وامتناني لجهودكم المباركة والتي كان لها أطيب الأثر في وصول هذه البطولة لهذا المستوى الرائع من التنظيم وحسن الإشراف والمتابعة، كما لا بد من شكر الفرق الطلابية ومشرفيهم على هذا الحماس وهذا التحدي الذي لمسناه من الطلاب خلال المسابقات. كما أتقدم باسم اللجنة المنظمة العليا للبطولة وباسم كافة اللجان العاملة بجزيل الشكر لسعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة بثينة بنت علي جبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على دعمهم اللامحدود لهذه البطولة، مما جعلها بحق بطولة محلية بمواصفات ومعايير عالمية. وفقكم الله جميعاً على الخير، نلتقي بكم العام القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً أستاذة فاطمة المهندي، والآن أترككم مع مقطع فيديو لفئات المسابقات ومراحل تنفيذ هذه البطولة والإنجازات التي تحققت فيها.
أبناؤنا الطلاب، كما عودناكم خلال النسخ السابقة، فإن نهجنا للمستقبل هو التطوير الدائم والحرص على تقديم الأفضل للمشاركين. فكما تعلمون بأنه خلال النسخة 15 أضفنا 3 مسابقات جديدة، وهي تحدي ذراع الروبوت، وتحدي الطائرات بدون طيار، وتحدي كرة القدم. وفي النسخة القادمة نبشركم بأننا سنضيف 3 مسابقات جديدة، وهي مسابقة الروبوت الغواص، ومسابقة روبوت التسلق، ومسابقة تحدي الفرق، وهي مسابقات عالمية ولكن ستكون بمعايير ومواصفات قطرية، ساهم النادي العلمي القطري لأن تكون جزءا من بطولة المدارس للروبوت في النسخ القادمة. أيها الحضور الكريم، ما أجمله من شعور حين تلامس الأيادي دروع التميز وميداليات المراكز الأولى؟ إنه شعور النصر والفخر والوطنية وحصاد التعب وقبول التحدي والإصرار على النجاح. إنها فرحة لا تعادلها فرحة. والآن موعد تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، فليتفضل مشكوراً سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب لتكريم الفرق الفائزة في المسابقات، وأيضاً يتفضل السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، والمهندس راشد الرحيمي رئيس البطولة والمدير التنفيذي للنادي القطري للتكريم. نبدأ برقم 1، فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الابتدائية، مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية للبنين. فلتتفضل السيدة مها الرويلي على المنصة للتكريم. فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الإعدادية، مدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية. فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الثانوية، مدرسة الجميلية المشتركة للبنين. فئة تتبع الخط متقدم إعدادي ابتدائي، مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات.
فئة تتبع الخط متقدم ثانوي مدرسة الشمال ثانوية للبنين. فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنين مدرسة خليفة الثانوية. فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنات مدرسة معيذر الإعدادية للبنات. مدرسة معيذر. فئة مصارعة الروبوتات السومو متقدم إعدادي ابتدائي مدرسة الأحنف بن قيس. فئة مصارعة الروبوتات السومو متقدم الثانوية قطر للعلوم والتكنولوجيا. فئة جامعة الكرات مبتدأ إعدادي ابتدائي مدرسة معاذ من جبل. فئة جمع كرات مبتدأ ثانوي مدرسة ابن سينا.
فئة جامع الكرات متقدم إعدادي ابتدائي مدرسة أسامة بن زيد. جامع كرات متقدم ثانوي مدرسة عمرو بن العاص. ذراع الروبوت مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية للبنين. كرة القدم مدرسة الزبير بن العوام الابتدائية للبنين. الطائرة بدون طيار فريق لدعم المبتكر الواعد. وأخيرا فئة المسابقة الابتكار مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. نشكر سعادة وزير الرياضة على دعمه وتفضله بتكريم الفرق الفائزة وخالص التهاني للفائزين في المركز الأول. والآن مع صورة جماعية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى على المسرح.
وصلت الحين. ننتظر شوي. وصلت الحين. شكرا للأساتذة. سيتم الإعلان عن المراكز الثانية والثالثة بعد قليل. بعض التحديات ممكن تصير لأول مرة، فاللي حاصل حالياً إن فيه تعادلات على بعض الفرق، وبناء عليه يتم دراسة الموضوع بشكل أدق حتى توضح النتائج بشكل أفضل وأنسب. يعني أنا للأمانة أنا ثاني مرة أحضر بطولة الروبوتات، وجداً فخورة يعني بعدد الطلاب وكمية الابتكارات عندنا موجودة، وشون هم قاعدين يمثلون نفسهم وبلادهم ومجتمعهم
وتمثيلهم خير تمثيل سواء كان على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونشكركم جميعا وننتظر الحين القائمة، بس الحين إن شاء الله يعني دقائق بسيطة وبلغكم إن شاء الله بالمراكز الثانية والثالثة. طيب، بما أن نحن أوردي أعلننا عن المراكز الأولى، مدارس المراكز الأولى موجودين؟ رفعوا جوائزكم خلنا أشوفكم. تمام، خلونا نبلش بفئة الخط، فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الإعدادية، مدرسة طلحة بن عبيد الله. واحد منكم يطلع، خلنا نسمعكم. مدرسة طلحة؟ مدرسة طلحة؟ أهلاً أهلاً، شو اسمك يبا؟ محمد ناجح. زين، شنو كان اختراعكم؟ روبوت روبوت؟ روبوت تتبع الخط. كم ساعة اشتغلتوا عليه؟ ساعة أو ساعتين. ما شاء الله، كم كان عددكم؟ 2. من كان يدعمكم؟ الأستاذ. بس الأستاذ؟ والعيلة وينهم؟ العيلة. والأصدقاء؟ الأصدقاء. حلو. إنزين، الحين الروبوت هل أنتوا بتطورونه؟ ولا خلاص مثل ما هو؟ نطور إن شاء الله. شلون بتطورونه؟ في بالك شيء معين؟ بفكر. حلو حلو، بس إذا طورتوه لازم تقولوا لنا، خلونا نشوفكم. شكرا مدرسة طلحة، يعطيك العافية. يلا دام استغلينا الوقت شوي، جاتنا الحين المراكز الثانية، بنبلش بفئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الابتدائية، مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية بنين. فليتفضل السيد راشد الرحيمي والسيدة مهر رويلي لتكريم الفائزين للمركز الثاني. المركز الثاني فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الإعدادية، مدرسة الأندلس الإعدادية للبنين. فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الثانوية، مدرسة الإيمان الثانوية للبنات. فئة تتبع الخط متقدم ابتدائي إعدادي، مدرسة الخنساء الابتدائية بنات. فئة تتبع الخط متقدم ثانوي، مدرسة عمرو بن العاص.
فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنين مدرسة عمر بن الخطاب. فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنات مدرسة قطر الثانوية للبنات. فئة مصارعة الروبوتات السومو متقدم المرحلة إعدادي وابتدائي مدرسة السلام. فئة مصارعة الروبوتات السومو متقدم الثانوية مدرسة الخور الثانوية للبنات. فئة جامع الكرات مبتدأ إعدادي ابتدائي مدرسة أسامة بن زيد الإعدادية. فئة جامع الكرات مبتدأ ثانوي مدرسة عمرو بن العاص. فئة جامع الكرات متقدم إعدادي ابتدائي مدرسة أسامة بن زيد. فئة جامع كرات متقدم ثانوي مدرسة عمرو بن العاص. ذراع الروبوت مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات.
كرة القدم حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين. الطائرة بدون طيار مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين. وأخيرا مسابقة فئة المسابقة الابتكار مدرسة أو فريق الخور. والآن مع الصورة الجماعية للمركز الثاني. خالص التهاني للفائزين في المراكز الثانية. والآن تكريم الفرق الحاصلة على المركز الثالث. فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الابتدائية مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية للبنين. معنا الصغير نايف الهيل سفير متلازمة داون وإعلامي صغير، نحييه. مدرسة سعد بن معاذ. فئة تتبع الخط مبتدأ المرحلة الإعدادية مدرسة حمزة بن عبد المطلب للبنين.
في التتبع الخط مبتدأ المرحلة الثانوية مدرسة عمر بن عبد العزيز. في التتبع الخط متقدم الابتدائية الإعدادية مدرسة أسامة بن زيد. في التتبع الخط متقدم الثانوية مدرسة أحمد بن محمد. فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنين مدرسة خليفة الثانوية. فئة مصارعة الروبوتات السومو مبتدأ بنات مدرسة قطر الثانوية. فئة مصارعة الروبوتات السومو متقدم إعدادي ابتدائي مدرسة اليرموك الإعدادية. فئة الروبوتات السومو متقدم الثانوية مدرسة محمد بن عبد الوهاب. فئة جامع الكرات مبتدأ الإمام الشافعي الإعدادية قطر العلوم والتكنولوجيا. فئة جامع الكرات متقدم مدرسة حمزة بن عبد المطلب والإمام الشافعي. ذراع الروبوت قطر للعلوم والتكنولوجيا. كرة القدم مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين.
الطائرة بدون طيار، مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية. فئة المسابقة الابتكار مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية. والآن مع الصورة الجماعية للمركز الثالث. خالص التهاني للمركز الثالث. والآن
والآن مع مسابقة بطل قطر تكريم المراكز الثلاث. مع السيد عبد الرحمن المسلم مستشار سعادة الوزير. المركز الأول، ولا نبلش بالمركز الثالث؟ جاهزين؟ طيب، المركز الثالث مدرسة خالد بن أحمد. من توقعوا المركز الثاني؟ من؟ من توقع؟ في اسم سمعته أتوقع صح. من تتوقعون؟ مدرسة خالد بن أحمد موجودين؟ طيب المركز الثاني من تتوقعون؟ المركز الثاني مدرسة أحمد بن حنبل. من المركز الأول؟ أوكي، نسمع التكهنات. المركز الثاني مدرسة أحمد بن حنبل. المركز الأول مدرسة حسان بن ثابت. والآن صورة جماعية مع الثلاث مراكز، مركز الأول والثاني والثالث.
المركز الثاني والثالث فيتفضلون إلى المنصة. تهانينا للمراكز الثلاث. والآن مع تكريم الجهات الداعمة الشريك الإعلامي معهد الجزيرة للإعلام الرئيس التنفيذي السيدة إيمان العامري فلتتفضل مشكورة. كل الشكر والتقدير لمعهد الجزيرة للإعلام. والآن مع صورة جماعية للذكرى تضم المدراء وجميع اللجان التنظيمية والحكام. حياكم الله يا جماعة. مدارسنا طلاب وطالباتنا أكبر صفقة قوية للجنة التنظيمية على هذه البطولة. صفقة يا جماعة، لولاهم ما صارت البطولة. شكرا لكم. طلابنا وطالباتنا إذا حابين تكونوا معنا في الصورة تعالوا حياكم الله. طلاب خلكم معنا تحت. يلا نسوي أكبر صورة اليوم حق البطولة. هذا تعبكم وهذا جهدكم، والله يوفقكم إن شاء الله. أكبر صورة لليوم.
شكراً لكل من نال شرف المشاركة في هذه البطولة من الفرق الطلابية والمشرفين والحكام واللجان التنسيقية والمتطوعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.